ابتكرت السيدة عبير الزيد مشروب من سعف النخيل وهو بديل للماتشا بدون كافيين، وغني بالعناصر الغذائية وبعض البروتينات والمعادن، وعندها ثلاث ابتكارات أخرى راح تكلمنا عنها اليوم. أهلا وسهلا فيكي أستاذة عبير. أهلا فيكي. هلا أستاذة عبير، لما نتكلم عن الماتشا وسعف النخيل، إيش الفرق بين الماتشا وبين سعف النخيل؟ الماتشا هي مشروب ياباني، هو عبارة عن شاي الأخضر أو بودرة الشاي الأخضر. السافجة هي عبارة عن بودرة سعف النخيل، وجربنا نحن ووجدنا فيها لاحظنا تقارب كبير ما بينها وبين الماتشا أو الشاي الياباني. طيب تكلمي عن ابتكاركم. ابتكارنا هو بدأ تقريبا يعني من أكثر من سنتين، ونحن نبحث عن يعني إيش فايدة سعف النخيل، إيش ممكن نستخرج نحن من سعف النخيل، إلى ما توصل زوجي إلى بحث لإحدى الجامعات، وبعدها بعد توصل إلى بحث لإحدى الجامعات السعودية، ولاحظ أنه في يعني في فوائد لسعف النخيل كمضاد للأكسدة وكمنتج غذائي. جميل. حلو، يعني الواحد دائما يدور البديل الصحي، يعني الماتشا كمان من البدائل الصحية للكافيين، وكثير ناس طايحة في هذه الفترة، صاير ترند أستاذة عبير. لذلك خلينا نتكلم عن سعف النخيل. ذكرتي؟ نحن سميناه سافتشا. سافتشا لتقاربه مع الماتشا بالنسبة للتحضير وبالنسبة للفوائد. الفرق بينهم أنه السافتشا خالي من الكافيين. حلو، طيب كيف الطعام يعني لما يتم تحضيره؟ هل هو يعني طعمه قريب للشاي الأخضر أو والله طعمه قريب؟ لما يعني جربنا وتذوقوا محبين أو عشاق الماتشا ما لاحظوا فرق أبدا، بالعكس يعني عجبهم يمكن أكثر. أحس أني أنا تحمست أني أنا أشوف طريقة تحضيرها. فلما نحضرها هل تحتاج غليان لمدة معينة ولا نفس الطريقة اللي هي؟ لا، هي طريقة تحضيرها تشبه الماتشا كثير، يعني نفس الطريقة تقريبا. طبعا الكمية وكذا يعني تعتمد على الذوق الشخص يعني أكيد الخاص. وإذا نبيها بحليب أو نبيها بمويه؟ إيه، ممكن حارة ممكن باردة. حلو، طب لو نجرب؟ طبعا إيه، معنا هاجر هنا ممكن نجرب. أهلا وسهلا هاجر، نورتينا. هاجر، إذا بنبدأ شلون بنبدأ؟ أول شيء أشوفك مجهزة حليب. إيه، إحنا بنسوي اليوم لاتيه بارد، فبتكون عندنا البودرة والحليب والإضافات يعني على حسب الرغبة ممكن تكون. وقاعدة أشوف نفس حقة الماتشا هذه. إيه، هي يعني مو شرط أساسي يعني تكون موجودة، يعني عادي إنه يتم الاستغناء عنها. حلو. يمكن يكون بديل عنها بالخلاط أو عن طريق الملعقة. بس بعض الأحيان الخلاط يطلع رغوة. اي عادي، هي يعني حتى هذه لما تسوين فيها لابد انه بيطلع رغوة فيها. بتطلع رغوة. ايه تمام. ففي البداية باخذ البودرة على حسب الرغبة، يعني اللي يبغى يكون الطعم واضح يزيد بودرة، اللي يبغى يكون الطعم خفيف يخفف منها. تقريبا كم ملعقة البودرة؟ انا عندي هذا الملعقة المخصصة للماتشا، بحط تقريبا ملعقتين منها. ملعقتين. ولازم تكون لما نستخدم الملاعق تكون ملاعق خشبية علشان ما تتأكسد ما تتأثر، ولا عادي أي ملعقة؟ عكس الماتشا يعني فما يفرق. حطينا ملعقتين. هنا هنا عندي سكر بودرة مع فانيلا. والسكر لازم يكون باودر؟ لا عادي، هي على حسب الرغبة نفس ما قلت لك، يعني في ممكن يتم استبدالها مثلا بحليب محلى أو عن طريق العسل أو ممكن سكر ستيفيا. يعني لها بدائل كثيرة، حتى ممكن أنها تنشرب بدون أي حلى يعني. حلو. طب بالنسبة للسعرات الحرارية، تعرفين الحين كيف البنات يعني تهمهم هذه الأمور والسعرات الحرارية، فهل السعرات الحرارية في مقاربة للماتشا أو أكثر أو أقل؟ تقريبا ما فيها سعرات حرارية، ولكنها هي مضاد أكسدة يعني أعلى يمكن من الماتشا، وغنية بالكالسيوم وفيتامين سي والمغنيزيوم والحديد والألياف طبعا. يعني ما شاء الله قنبلة فيتامينز وما فيها ولا شيء ضار، يعني حتى الكافيين أوت. أي، خالية من الكافيين. بعدين ممكن تتحضر بعدة طرق، يعني ممكن الواحد يضيف لها
يعني ينكهها بعدة نكهات، يعني مثل الفانيلا أو أي شيء ثاني، يعني الهيل أو يحليها بالعسل أو أي. حلو أنها حلو. من سعف النخيل، يعني إحنا معروفين المملكة، المملكة معروفة بالنخيل، خصوصا القصيم بعد يعني معروفة بالنخيل والحسا أيضا. فيعني هذا يعتبر منتج وطني الواحد يفتخر فيه أيضا. أستاذة عبير، أنا قاعدة أشوف جنبك بعض المنتجات، فليت لو تكلمينا عنها، يعني وش المنتجات اللي جايبتها معك اليوم بالاستديو؟ هي السافتشا أو بودرة سعف النخيل هي رابع ابتكار لنا. أول ابتكار لنا كان استخلاص زيت نواة التمر الخام من نفس النواة. طبعا زيت نواة التمر يعتبر من أندر وأغنى الزيوت في العالم، ونحن من الأوائل في العالم اللي توصلنا إلى استخلاص الزيت من النواة. بعد ما استخلصنا الزيت أنتجنا منه منتجات للعناية بالبشرة والشعر. وثاني ابتكار لنا، طبعا أول بتكلم بعد زيادة عن زيت نواة التمر. زيت نواة التمر غني بالأنتي أوكسيدنت وفيتامين A اللي هو ريتانول وفيتامين B5 للبشرة وللشعر. للبشرة وللشعر، يعني يعتبر مرمم للبشرة عموما. هل ينفع أن يعني الواحد يستخدمه في الأكل؟ ممكن، ولكن نحن ما تطرقنا لهذا الجانب، يعني يحتاج تجارب وفحوص أكثر أكيد. وكذا، فنحن أخذنا الجانب الكوزمتك يعني تجميل. يعني لا قوة إلا بالله، حتى عندكم فكرة كمادة مصنوعة طبيعيا من نواة التمر. أي. كيف نستخدمها هذه؟ ثاني ابتكار لنا كان اللي هي الكمادة، كمادة من نواة التمر. طبعا كمادة البذور ما هي جديدة، يعني موجودة في العالم ومعروفة، كل منطقة على حسب البيئة اللي هي فيها فيستعملوا السيد حقتهم يعني. ولكن احنا ابتكارنا في استعمال نواة التمر كنواة تمر مجروشة في الكمادة، علشان تتكيف أكثر مع الموضع اللي تنحط عليه. والكمادة ممكن تستعمل يعني حارة أو باردة. طبعا احنا يعني فكرنا فيها لإيجاد حل سريع ومناسب وآمن للي يحتاج يستعمل الكمادات. جميل. حلو، يعني أنا أتوقع البنات في الصيف يبغون كمادات باردة، وفي الشتاء يدورون الكمادات الدافية، فاختراع جدا جميل أستاذة عبير. لذلك خلينا نرجع، أنا ودي نرجع للمطبخ أيضا أودي ومشاهدين أستاذة عبير، ونشوف هاجر وين وصلتي. أنا ودي أجي أساعدك يا هاجر الصراحة، بس حسيت أنك مسيطرة على الوضع. لا، هي طريقتها مرة سهلة. يعني هنا سويت كوب، نفس ما قلت ناخذ مقدار البودرة على حسب الذوق، يتم تذويبها تقريبا فنجال ماء، يعني ما يكون حد الغليان، يعني يكون متوسط الحرارة لين تذوب البودرة، ونحطها فوق الحليب وخلصنا كده. خلص بالعافية. نسوي نجربها أنا وأنتي يا مها أكيد بعدين. وفي طيب. طرق ثانية ممكن الواحد يستخدم فيها السافتشا، يعني في الحلا، يعني جربناها نحن في الكوكيز في الكيك، فلاقت استحسان بعد يعني. طيب. حلو، أنا أتوقع أن هذا الدرينك أو هذا الشراب ممكن أنه يستخدم في الليل أو قبل السرير، لأنه يعني ما مضادات في كافيين وفي مضادات أكسدة. صحيح بالضبط. طيب أستاذة عبير، في بعد من ضمن ابتكاراتكم الطبينة، كذا صح الاسم؟ الطبينة. الطبينة، ليش طبينة قلتم اسم الطبينة؟ أحس الاسم الطبينة هي اسم لرائحة الخشب النخيل المحروق. أوكي. فالمزارعين بالأحساء يجمعون هذا الخشب ويحرقونه في مزارعهم لطرد الحشرات ومن المزارع يعني. فهي ريحة مميزة للحساء، فالطبينة تعتبر رائحة الأحساء. فنحن ابتكرناها بطريقة أننا ممكن تستعمل داخل البيت، فعملناها على شكل أقراص، نفس الخشب هذا اللي يستعملوه عملناها على شكل أقراص، وتقدري تحطيها على فحمة داخل البيت تبخري البيت، تطرد الناموس الحشرات حتى بعض الروائح الكريهة يعني تقضي عليها. جميل. فهذا بعد كان ثالث ابتكار لنا. النخلة رمز من رموز العطاء، النخلة رمز من رموز مملكتنا المملكة العربية السعودية، ورمز من رموز الجزيرة العربية بشكل صحيح. عام، فلذلك أنتم استفدتوا يعني منها. يعني نحن تبنينا النخلة واعتبرناها يعني هي الـ 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 الـ
الشجرة الأساسية اللي ترمز لنا. وحاولنا نبتكر عد منها أشياء خارج نطاق التمر أو الرطب. إحنا منذ الأزل يعني من أيام بيوت جداننا وأجدادهم. صحيح. واللي قبلها كانوا يستخدمون النخل في منازلهم، يستخدمونها في صحيح. استخدامات صحيح. كثيرة، فليش لا ما نرجع يعني صحيح. نعيد أحياء هذه النخلة وأهمية النخلة، ونحن نقدر نستخدم كل شيء في النخلة زي ما تفضلتي أستاذة عبير. لكن أنا ودي أشوف الأقراص اللي تكلمتي عنها، ما أدري إذا أنت جايبتها معاكي بالاستديو ولا ما جبتيها. إيه طب ممكن نشوفها بعد إذنك؟ إيه هنا هذه هي. طبعا هي معالجة وماخذة التصاريح اللازمة وكل أيوة شيء أيوة. لطرد معمولة بشكل أقراص يعني وتحطيها على الفحم وتطلع الريحة، وريحة حلوة يعني. سويناها نحن بعدة روايح، في الريحة الأصلية حق الطبينة وفي شيء عطرناه بالورد وفي شيء عطرناه بالعود. بس أحس أنه أفضل لما تكون بريحتها الأصلية علشان فعلا يصير الحشرات تبعد. إيه لا هي المفعول واحد، ولكن اللي متعود على الريحة الأصلية بيحب الريحة الأصلية، بس اللي ما يعرف وش الطبينة وكذا يعني شوي لطفناها بروايح علشان يعني تعجبهم. حمستيني أستاذ عبير، إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله راح أطلب منها عشان النامس، حنا في البلد بحنا النامس صحيح. خاصة وقت الأمطار فعليا نجرب نشوف. بعدين لما الواحد يستخدم مواد طبيعية يعني أنا أعتقد أنها ممكن تكون أفضل من المواد أي. الكيميائية أي. خصوصا يعني كمادة طبيعية وطاردة للحشرات وكذا ممكن تكون بديل يعني أحسن من الأشياء الكيماوية، يعني خاصة إذا في أطفال في البيت صحيح. أو ناس مريضين أو كبار سن صحيح 100% الأستاذة. والأهل الأحساء يعتبروها رائحة الأحساء يعني، ففي ناس كثير ياخذونها علشان تذكرهم بالحساء. وهي يعني على بال ما على ما سمعنا يقولون ايضا ريحتها جميله يعني من الروائح أيه. الجميله. استاذه عبير الزيد احنا نشكر لك تواجدك اليوم معنا ونشكر لك قبولك هذه الدعوه وكل التوفيق لكم. شكرا لكم واشكركم على هذه الاستضافه وإن شاء الله ابتكارات جاية إن شاء الله كثير إن شاء الله. من النخلة. شكرا لك وأكيد نشكر هاجر، يعطيك العافية هاجر، شكرا لك ما قصرتي. شكرا لك. مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل، ولكن بعد الفاصل راح نتكلم عن لماذا يفشل البعض في التعايش مع المرض وما علاقة الضحك في تعزيز المناعة.